للحديث مشاهدينا الكرام عن الهبة الشعبية في القدس دفاعا عن المسجد الأقصى ورفضا للانتهاكات الصهيونية في حي الشيخ جراح، معنا من اسطنبول الأستاذ محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. يعني لماذا يريد الاحتلال الصهيوني إفراغ المسجد الأقصى من المصلين في هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من تثمين موقف قناة الرافدين التي دائما تواكب الحدث مع إخوانهم أبناء فلسطين وأبناء القدس. في الحقيقة أن الشعب أن قوات الاحتلال تريد إفراغ المسجد الأقصى لأنها تريد أن تهيئ الأجواء لأجل اقتحام المستوطنين غدا، لأجل أن يثبتوا التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تماما كما حدث في مخططهم في مسجد إبراهيم الخليل عندما بدأت خطواتهم، ثم استطاعوا أن يسيطروا على المسجد بهذه الطريقة. لكن المسجد الأقصى عنوان آخر ومسألة أخرى، فهو قبلة المسلمين الأولى. واليوم عندما نشاهد كل هذه الجموع، وأنا الآن أقف وسط مظاهرة في وسط إسطنبول دعما لأهلنا في الشيخ جراح ولأبناء القدس وللمرابطين في المسجد الأقصى، عندما نشاهد هذا الموقف حقيقة نعلم أن الأمة جميعا تقف مع إخوانهم في القدس، ومن العراق إلى جاكرتا إلى المغرب إلى كل بقاع الأرض، كلهم اليوم يقفون مع أخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى. ما مدى أهمية أن يقف يعني هذه الهبة الشعبية نصرة لأهالي الشيخ جراح؟ ما مدى أهميتها؟ الحقيقة أن هذه هي رسالة مهمة للعدو الصهيوني، حتى لا يظن أن هذا الشعب الفلسطيني أو أبناء الشيخ جراح هم لوحدهم، بل هناك أمة تقف خلفهم، وهناك أحرار في العالم، وهناك أمة مسلمة تغضب لقبلتها الأولى وتغضب لأبناء شعبها، ولا تقبل بهذا الذي يجري على أرض فلسطين من محاولة لاغتصاب هذه البيوت. والرسالة الأهم أن العدو الصهيوني بدأ يعرف جيدا أن المعادلة اختلفت، وأن الأمة تتململ وتنتفض إن شاء الله قريبا لأجل أن تزيح كل هذه العناوين المذلة لأبناء شعبنا الفلسطيني وللأمة جميعا. أستاذ محمد، أيضا يعني ما تفسيرك لهذا الصمت الرهيب لوسائل الإعلام الأمريكية؟ وسائل الإعلام الأمريكية إلى الآن صامتة، لم تتحدث بشأن هذا الموضوع بشكل فعلي وجدي، في حين بالتوازي مع ذلك هناك يعني رفض من وسائل الإعلام الأوروبية. بما تفسر ذلك؟ الصمت حقيقة متوقع، لأن هذه القنوات ما فتئت أن تنصر الكيان الصهيوني وأن تقف ضد الشعب الفلسطيني وضد الحقوق شعبنا الفلسطيني، وإنما هي وسائل لأجل أن تدعم هذا الكيان، وهذا ليس بجديد عليها. وبالمناسبة هي ليست فقط الإعلام الأمريكي، بل حتى بعض الإعلام للأسف العربي المدعوم أمريكيا والذي يؤيد المشروع الصهيوني والذي وقف في خندق واحد مع صفقة القرن التي كان يريد ترامب أن ينفذها على أرض فلسطين، ولكن نحن نرى ذهب ترامب وذهبت صفقته إلى مزابل التاريخ، وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت القدس وستبقى وستعود لأهلها إن شاء الله قريبا. طيب أستاذ محمد، على المستوى الصهيوني، هل تتوقع أن يخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا الضغوط في ضوء هذه الهبة الشعبية الكبيرة وهذه المساندة الجماهيرية الإسلامية والعربية لما يجري ضد انتهاكات الكيان الصهيوني؟ سيخضع يا أخي الكريم، سيخضع، نعم سيخضع، وأنا أؤكد لك أنه سيخضع، وسيتم تحرير المسجد الأقصى قريبا عندما يشاهد الأمة تجتمع وتتحد، ليس على مستوى الرؤساء والحكام، بل حتى على مستوى الشعوب. عندما تتوحد هذه الأمة سيخضع هذا الاحتلال وسيندحر وسيزول عن قدسنا. ونحن اليوم نشاهد كيف أن خطواته بدأت بالتراجع من تأجيل محكمة يوم أمس، اليوم أصدر قرار بتأجيل المحكمة لأنه علم أن هناك رد فعل شديد. نحن اليوم لا نتحدث فقط عن القدس، نحن نتحدث عن أن العالم كله ينتفض، كل عواصم التي فيها أحرار، كل الشرفاء، كل الأغيار، كل من له ذرة شرف وذرة غيرة ينتفض اليوم لأجل القدس
ولا عزاء لكل من وقف ضد القدس وأهل القدس. فاليوم ربنا سبحانه وتعالى يخزيهم، ونحن نرى عزة أهل القدس وصمودهم وقوتهم وهم يقفون بوجه هذه الآلة. كلنا شاهدنا كيف استطاعوا أن يكسروا إرادة المحتل في باب العمود، وأن يكسروا إرادته في إغلاق الطرق التي حاولوا أن يمنعوا أهلنا في من الشمال ومن الضفة أن يأتوا للمسجد الأقصى. كيف كسروا إرادة هذا المحتل، وكلنا سيشاهد كيف سيكسروا إرادة المحتل في إفراغ، في محاولتهم لإفراغ حي الشيخ جراح. وإن شاء الله هي خطوات خطوة لي خطوة إن شاء الله نحو التحرير القريب بإذن الله. طيب أستاذ محمد، ما أهمية الرسالة التي أرسلت عبر المؤتمرات أو المؤتمر الذي اجتمعت فيه الشخصيات العلمائية من مختلف البلدان الإسلامية تجاه ما يجري من جرائم صهيونية ضد الفلسطينيين؟ هذا المؤتمر إنما هو ليقول لأبناء الأمة جميعا أن يقفوا عند مسؤولياتهم الشرعية والإسلامية والدينية، بأنهم يجب أن يقفوا مع أهلهم. لا يجب أن يعاني طفل فلسطيني من أهل القدس ولا رب أسرة ولا مجاهد ولا مرابط. يجب أن يعلم الجميع أن هناك مسألة شرعية، حكم شرعي بأن يسندوا المرابطين وأن يسندوا المجاهدين، ليس فقط في الدعم المالي ولا المعنوي، بل في الدعم السياسي والإعلامي، وكذلك بأن يحسوا وأن يحرضوا كل أبناء الأمة حتى يقفوا مع أهلهم في القدس، وأن يقفوا أمام المشروع الصهيوني ويمنعوا أي تغول أو أي انتشار للصهاينة في بلدان العالم الإسلامي. ولا يصح أن يكون هناك أي نشاط للصهاينة في أي بقعة من بقاع المسلمين. طيب أستاذ محمد، زيادة التعاطف والنصرة الشعبية لقضية المسجد الأقصى والقدس، كيف تنظر إليها بالتوازي مع ما جرى من مشاريع تطبيع؟ يا سيدي، التطبيع لم يستطيع أن يخترقوا جدار الأمة. التطبيع هو جاري منذ زمن مع الحكومات. هذه المحاولة كانت لأجل كسر هذا الجدار وأن يدخلوا إلى الشعوب، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا ولن يفلحوا. هذه الأمة فيها من الخير الكثير، ولم يستطيعوا أن يكسروا هذا الجدار. استطاعوا في بعض العناوين هنا وهنا عند ضعاف النفوس، أما الأمة فهي تنبض حبا لمسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبلة المسلمين الأولى. لن يستطيعوا كسر هذا الجدار، وهذا وعد الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولذلك لن تهزنا هذه المشاريع التي سبق أن أعملوا مثلها، ولم يهزنا متخاذل هناك أو وضيع هنا، بل نحن نعلم أن هذه الأمة برجالها بنسائها بشيوخها بأطفالها كلها تنبض حبا للمسجد الأقصى ولفلسطين، وسيكون هم عنوان التحرير بإذن الله تعالى. طيب أستاذ محمد، مع رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس واتجاهه للتصعيد على جميع المستويات، ما هي الخطوة التالية بعد هذه الهبة الشعبية؟ يا سيدي، لا يمكن لأن ننتظر من الاحتلال أي خطوة يمكن أن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. الاحتلال الحقوق تنتزع منه انتزاعا ولا تطلب منه طلبا. كل من يطلب من الاحتلال حقا يكون مخطئ. هذا الاحتلال يجب أن تنتزع منه الحقوق انتزاعا، لأنه هو ما جاء لكي يحقق مصالح شعبنا، بل هو يريد أن يغتصب حقوق شعبنا، بل يريد أن يغتصب كل حق وكل أرض وكل مقدس هو يغتصبه. لا ننتظر من هذا العدو إلا أن نغصبه غصبا لأن نأخذ حقوقنا منه، وهذا هو العنوان الصحيح في الانتخابات وفي غير الانتخابات. يجب أن تستلب الحقوق استلابا من هذا العدو، ولا نترجاه ولا نقبل بأن يصدر هو القرارات، بل يجب أن يكون القرار فلسطيني صرف لكي يأخذ حقه منه، وأن نقيم الانتخابات في القدس وفي كل مكان. نعم، من اسطنبول الأستاذ محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، شكرا جزيلا لك.